عشان موضوع ضربة جزاء وسبب علي، وكان في برضه ضربة جزاء طلب بيها نادي الزمالك بعدها مباشرة. نسأل الكابتن جهاد جريشة عن رأيه في طاقم تحكيم مباراة اليوم. يا كابتن جهاد، مشرف ومنور كالعادة. كريم، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. مساء الفل يا كابتن جهاد، منور الدنيا. ربنا يخليك. طيب، عايز أبدأ معاك مباشرة كده بركلة الجزاء المحتسبة لصالح النادي الأهلي، سجل منها وسام أبو علي هدف. بص يا كريم، المعيار في اللقطة ديت الناس بتبص بس للكورة، إن الكورة اتشاطت، لكن الخطأ من اللي موجود من مدافع الزمالك المسلوسي إن هو راح بالقدم مباشرة على القدم، وبالتالي هو عمل خطأ بغض النظر عن مكان الكورة. مش هتفرق معانا حتى لو الكورة في نص الملعب التاني، مش هتفرق. في الآخر الكورة في اللعب، ده الأساس، الكورة تبقى موجودة داخل اللعب، وبيعاقب اللقطة دي بتعاقب بركلة حرة مباشرة ما دامت داخل منطقة جزاء الزمالك، فهي ركلة جزاء صحيحة تم احتسابها. حكم الفار استدعى الحكم وشاف اللقطة ورجع باحتساب ركلة جزاء صعبة جدا على الحكم في الملعب يا كريم لسرعتها، وعشان كده الحكم ما شافهاش، لكن مع الفار ومع اللي موجود الكاميرات المختلفة وإعادات، الفار استدعاها والحكم اقتنع بيها وهي ركلة جزاء صحيحة. طيب، بعض الناس قال لك أدم هو زق الكورة وبعد الكورة ما اتلعبت فخلاص مش ضربة جزاء، رأيك في الكلام ده؟ لا، مش مبرر خالص. الكره اللي لعبها هو لاعب النادي الاهلي، لكن مش مبرر تروح انت كلاعب الزمالك بتروح لرجلك بالمنظر ده على رجل لاعب الاهلي، ده تعاقب عليها بركله حره مباشره وداخل منطقه الجزاء، هي ركله جزاء. انا بقول لك حتى اديك اصعب من كده، لو الكره بالمنظر ده في نص ملعب، يعني في ملعب النادي الاهلي، واللي حصل ده خطا داخل منطقه جزاء الزمالك، تحتسب برضه ركله جزاء. فالموضوع الكره مش وجود الكره او عدم وجود الكره مش معيار تماما، المعيار الاساسي ان تبقى الكره في اللعب والكره في داخل اللعب، وبالتالي هي ركله جزاء صحيحه. بعدها مباشره الزمالك طلب بضربه جزاء لصالحه بعدها مباشره. شفت الكره دي ازاي يا كابتن جهاد؟ اي كره؟ انا بقى كنت اتمنى حكم الفار يتدخل في اللقطه دي برضه. اللقطه المعيار بالنسبه لنا كريم بنتكلم فيه دايما لعب الكره، من اللي لعب الكره هو دونجا اللي لعب الكره. طب عمر كمال عبد الواحد عمل ايه؟ راح مباشره بجسمه في جسم دونجا، هو ده الاهمال اللي حصل من عمر، يعاقب عليه بركله حره مباشره داخل منطقه جزاء الاهلي، فهي ركله جزاء صحيحه للزمالك لم تحتسب. طبعا حكم الفار كان لازم يتدخل يجيب الحكم، وانا كنت متاكد ان معتز لو شاف اللقطه دي بالمنظر ده كان رجع واحتسب ركله جزاء صحيحه للزمالك، ومن حظ معتز والطاقم التحكيم بالكامل الحلو انها لم تؤثر في نتيجه المباراه. عظيم جدا. بشكل عام رايك في اداء طاقم التحكيم النهارده يا فندم؟ النهارده بشكل عام مباراه درجه صعوبه عاليه، حضور جماهيري كبير، ماتش ديربي اهلي زمالك بغض النظر عن مستوى الفريقين قبل المباراه، دايما ديربي الزمالك ماتش صعوبه عاليه وماتش كبير. النهارده التحكيم النهارده ادى اداء جيد في المباراه، نختلف معاه في قرار لكن قرار غير مؤثر في النتيجه، وبالتالي هم النهارده نجحوا تماما في اداره المباراه. عظيم جدا كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات المهمه.